أهلا بحضراتكم مرة تانية في بث مباشر، ودلوقتي زي كل يوم بنقدم لحضراتكم أهم الأخبار من جميع المحافظات المصرية. هنبتدي جولة أخبار المحافظات النهاردة من محافظة المنيا، وتظاهرة قام بها أصحاب الأفران البلدي أمام مبنى عموم المحافظة في محافظة المنيا. شعبة المخابز في الغرفة التجارية قالت إن هي حصلت على تصريح أمني إن هي تتظاهر النهاردة قدام مبنى محافظة المنيا للمطالبة بصرف الحقوق المالية والمستحقات، وكذلك إلغاء المخالفات القديمة ضد أصحاب المخابز. أصحاب المخابز برضو قالوا إن هناك فروق في تكلفة إنتاج الخبز مقررة بواقع 25 جنيه لكل شوال دقيق. هذه الفروق توقفت المحافظة عن دفعها لأصحاب الأفران البلدي من يوم 15 أغسطس، وبالتالي أصحاب المخابز النهاردة بيتظاهروا قدام مبنى محافظة المنيا علشان حقوقهم المالية التي تأخرت، وعلشان كمان ترفع عنهم الحكومة كل الجزاءات والعقوبات المالية اللي صدرت ضدهم. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة اللي جاية لنا من كاميرا سي بي سي في محافظة المنيا، أصحاب المخابز واقفين على جانب الطريق في شارع كورنيش النيل منعا لعرقلة حركة المرور. قوات الأمن كانت أيضا موجودة في المشهد علشان تؤمن المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم من أصحاب المخابز البلدي في المنيا. ننتقل من المنيا إلى محافظة أخرى وهي محافظة بورسعيد، وأصحاب المواشي في منطقة الأبوطي الجديد كان ليهم مطالبات متكررة. المطالبات بتقول إن هناك أزمة شديدة جدا في هذه المنطقة المعروفة بإن فيها أكتر من 1250 حظيرة للمواشي، مفيش مية بتوصل لهذه الحظائر، وبالتالي هناك تهديد بنفوق 20,000 راس ماشية موجودة في منطقة الأبوطي الجديد في محافظة بورسعيد. الأهالي وأصحاب المواشي رفعوا شكوى بتاعتهم للمحافظة أكثر من مرة، ولكن هم بيقولوا إن كانت هناك ماسورة للمياه العذبة جاية من ناحية بحيرة المنزلة، ولكن استولى عليها أصحاب المزارع السمكية زي ما الأهالي أصحاب مزارع المواشي بيقولوا، وبالتالي أصبحت المواشي بتاعتهم اللي استثمروا فيها يعني ملايين الجنيهات مهددة بالنفوق إذا لم يتحرك المسؤولين سريعاً. من محافظة بورسعيد ننتقل إلى صعيد مصر، وبالتحديد إلى محافظة سوهاج، واللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج كان قد تلقى بلاغا بغياب الطفل يوسف السمان عمره 4 سنوات. أهله بلغوا إن هذا الطفل متغيب عن منزله المقيم في شارع الساحل في بندر البليانة، وبالتالي تحركت القوات الأمنية بعد ما أهل هذا الطفل تلقوا مكالمة هاتفية من تشكيل عصابي يقوم باختطاف الأطفال ويساوم الأهالي من خلال طلب فدية مالية. الأهالي كانوا عملوا اتصالاتهم مع الأمن ونسقوا الجهود. الأمن اقترح على الأهالي إن هم يجاروا الخاطفين، وفي نفس الوقت قوات الأمن أعدت كمين للخاطفين راحوا الخاطفين علشان يستلموا الفدية ويسلموا الطفل. قوات الأمن اشتبكت معاهم وتمكنت من إلقاء القبض على الخاطفين، وهو تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص. بعده بساعات تمكنت قوات الأمن من العثور على الطفل يوسف، عاد الطفل يوسف مرة أخرى إلى أهله. خلونا نتابع تفاصيل أكثر عن هذه القصة الهامة من محافظة سوهاج ونرجع نكمل جولة أخبار المحافظات. هو الموضوع بدأ يوم الثلاث بالليل، رنت علي والدة الطفل قالت لي ده انا مش لاقي ابني. قعدنا ندور في البلد كده نحن وحبيبنا ما عثرناش عليه. ثاني يوم الظهر راح جالنا تليفون ان الطفل معايا، قال لي انا عارف في ثانيه نص مليون جنيه. بعد كده ابتدينا في التفاوض، قعدنا الاربع والخميس في التفاوض، يوم الجمعه وصلنا لغايه ال 100,000. طبعا ده كله ايه؟ مع رجال مباحث يعني تحت إدارة رجال مباحث. بس يوم الجمعة طبعا أهمنا ربنا مع رجال مباحث وربنا كرمنا وجابونا وقت. الحمد لله أن الطفل يوسف رجع لأهله بالسلامة. ده كان خبر من محافظة سوهاج. ننتقل الآن إلى خبر آخر من محافظة إسماعيلية، حيث زار العقيد أركان حرب محمد أحمد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عناصر التأمين التي تقوم بتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس في محافظة الإسماعيلية. والصورة اللي حضراتكم شايفينها دي من الصور اللي حصلت النهاردة.
بعد عودة العقيد محمد أحمد مرة أخرى من هذه الزيارة وجه الشكر لكل رجال القوات المسلحة البواسل اللي بيأدوا واجبهم وبيحطوا كل الجهد الموجود لحماية مقدرات الشعب المصري ومواجهة كل من يحاول العبث بمنظومة الأمن القومي المصري. من محافظة الإسماعيلية نطير سريعا إلى جنوب مصر، إلى صعيد مصر، وعلى وجه التحديد إلى محافظة الأقصر، حيث أجلت محكمة جنح مستأنف الأقصر النهاردة الدعوة المقامة من المعلمة دميانة عبيد عبد النور. المعلمة دميانة عبيد عبد النور كان قد صدر ضدها حكم في شهر يونيو الماضي بتغريمها 100,000 جنيه بتهمة ازدراء الدين الإسلامي بسبب ورود شكاوى من أولياء أمور تلاميذ في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمركز الطود إن المعلمة بتقوم بما سموه بازدراء الدين الإسلامي وممارسة التبشير بين تلاميذ المسلمين في المدرسة. كان هناك استئناف النهاردة من المعلمة دميانة عبيد عبد النور، ولكن المحكمة أجلت الاستئناف والنظر في القضية الحكم في هذه القضية إلى جلسة 12 يناير المقبل. هنفضل مع محافظة الأقصر، ولكن خبر آخر من محافظة الأقصر، هذا المرة لقاء ما بين اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وما بين السفير الهولندي الذي كان يقوم بزيارة المحافظة. السفير جيرارد ستيكس سفير هولندا في القاهرة كان يقوم بزيارة محافظة الأقصر، وكان هناك لقاء ما بينه وما بين المحافظ. المحافظ أكد فيه على أن السياحة بتتطور تدريجيا ووصلت إلى شكل متقدم في الأيام اللي فاتت بعد رفع عدد من الدول الغربية حظر السفر الذي كان موضوعا على زيارة السياح الأجانب لبعض المناطق الأثرية في مصر. السفير الهولندي أعرب عن ارتياحه للأوضاع في المحافظة، وقال إن الحكومة المصرية الحالية هي حكومة قوية وحازمة وقادرة على أن تعيد مصر لمكانتها مرة أخرى. في تصريحات السفير الهولندي مع لقائه مع محافظ الأقصر قال إنه التقى السنة اللي فاتت مع مجموعة من مسؤولين تنظيم الإخوان لما كان هؤلاء المسؤولين موجودين بالفعل في السلطة، ووصفهم السفير الهولندي بأن هم مجرد جماعة ضعيفة لا تستطيع أن تقود بلدا كبيرا مثل مصر. ما زلنا مع الأخبار من محافظات المصرية المختلفة، ولكن نبقى قليلا مع محافظة الأقصر. الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار كان في زيارة حضراتكم بتشوفوا مشاهد ليها لمعبد الكرنك. أثناء هذه الزيارة الوزير قال إن الوزارة بصدد إعداد مشروع لحماية معبد الكرنك من الحرائق. هذا المشروع يتكلف 3 مليون جنيه. السبب هو تكرار الحرائق في محيط معبد الكرنك، وآخرها كان حريق صغير بالأمس. الوزير أيضا أكد على أن قوات الأمن قوات وزارة الداخلية تمكنت من استعادة عدد كبير جدا من الآثار المصرية القديمة التي تم الاستيلاء عليها من متحف ملوي في المنيا في اليوم اللي عزل فيه دكتور محمد مرسي عن الحكم. حتى الآن 780 قطعة أثرية تم استردادها، وجاري البحث على 200 قطعة أثرية أخرى من القطع الأثرية اللي تم نهبها من متحف ملوي. من محافظة الفيوم هناك عشرات من الأسر المتضررة بسبب نقص الخدمات الموجودة في المحافظة. الأسر في قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وهذه الأسر معروفة بصناعتها للأواني الفخارية منذ عشرات السنين. بيقولوا أن هذه المنطقة كانت منطقة سياحية بتجذب السياح، بتجذب صناع السينما علشان ييجوا ويصوروا مشاهدهم في هذه المنطقة، ولكن بعد تدهور الأوضاع بعد انتشار القمامة في عدد من المناطق في هذه القرية قل عدد السياح اللي بيجوا وقل عدد صناع السينما اللي بيروحوا علشان يصوروا آثار يصوروا مشاهدهم السينمائية في هذه القرية. نتابع تفاصيل أكثر عن شكوى أهالي قرية المنزلة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ونرجع علشان نكمل هذه الجولة الإخبارية. إن مهنة الفخار دي يعتبر مهنة صحية بالنسبة للمية، أنا يعتبر شغال فيها بقالي أكتر من 20 سنة ما عملتش منها حاجة،
اللي ما فيهاش تطوير ومع تطوير الزمن هي يعتبر بتنقرض. فواجب على الحكومة أولا الحفاظ عليها، حفاظا على الحضارة بتاع البلد نفسها أولا، مش لي أنا، حفاظا على حضارة البلد الأول. واجب برضو على المسؤولين أنهم يبصونا. الناس دي بتواجهها مشاكل في صناعة الفخار، ان اولا عندهم هنا الوادي الميه ده بيسحب الارض عليهم، الارض بتنهار. لو حضرتك بصيت وراك هنا هتلاقي الارض بتنهار عشان عدم وجود سور تكاسي يحمي الارض ما تنهارش عليهم. ثانيا عندهم مفيش اي تأمينات على اعمارهم، مفيش اي معاشات، مفيش اي مساعده من المحافظه ولا من الحكومه، مفيش اي مساعدات خالص. الاطفال بيشتغلوا علشان يقدروا يساعدوا رب الاسره عشان يقدروا يعيشوا. عندنا كمان صناعه البومب والصواريخ هنا في البلد، الناس دي تقدر تشتغل فيها ويقدروا يعني يوفروا ربح الى حد ما، بس فيها خطوره. وفي نفس الوقت كمان يعني هم مش عايزين يخلوا الصناعه تنقرض، عايزين يحافظوا على ان ده ارث اصلا وارثينه وتراث. المكان ده مزار سياحي، كان زمان مزار سياحي، بتجي له سياح من كل مكان، وحتى الان بتجي له السياح. بس محتاجين تطوير، محتاجين دعم من الحكومه. ميات نازله علينا والارض ماشيه وكله زي ما انت شايف كده، كله ماشي. وكلمنا كتير وقلنا كتير قوي، كذا محافظ نزل هنا وشكينا وعملنا ورحنا وجينا وكذا، مفيش ولا كاننا بنتكلم ولا كاننا بنقول. ايه اللي الحكومه ممكن تعمله متمثله في المحافظه لاهالي قريه النزله في مركز يوسف الصديق والاهالي الفيوم بصفه عامه اللي معروفين بصناعه الفخار؟ معانا على الهاتف الاستاذ مجدي جبله، رئيس الغرفه التجاريه في المحافظه. استاذ مجدي برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. استاذ مجدي، ايه الجهود المطلوبه من الحكومه علشان تسهل حياه صناع الفخار في الفيوم؟ وطبعا الجهود المطلوبه راس يعني بالنسبه لقريه النزله، يعني دي عاوزه طريق الوادي وعاوزه اتصال فتح، وبرضه عاوزين يعني السياحه. طبعا احنا عارفين الظروف الامنيه اثرت على السياحه على مستوى المحافظه، وصناعه الفخار والصناعه اتاثرت تلقائيا لان السياح برضه كان في تاثير جامد. طب خلينا ناخدهم واحده واحده يا استاذ مجدي. الاول حضرتك بتتكلم ان هذه القريه يمكن تستفيد لو في طريق يوصلها بالطرق الرئيسيه. اي طريق رئيسي؟ هي طبعا لا طريقين، هي طبعا تبع النزله، تبع الطريق تبع مركز يوسف السادي، هي لا طريقين يرتبط بمركز ابشواي. الطرق دي لو اتسلفت وبقى طريق ممهد كويس هيساعد. ايوه برضه. طيب هو في مطالب لبعض الساكنين في القريه والاسر اللي بتشتغل على الفخار ان الحكومه من الممكن ان توفر لهم افران حديثه بدل الافران الطينيه، هل ده ممكن يكون دور الحكومه حقيقي ولا ده دور ممكن التعاونيات؟ لا طبعا لا، مش دور الحكومه. الدور ده ممكن يقوم عن طريق اللي مثلا الناس دي بتبقى لها سجلات تجاريه وبطاقه ضريبيه، وممكن عن طريق صندوق الاجتماعي بالمحافظه وعن طريق الغرفه التجاريه ممكن يتعمل للناس دي قروض ويتعمل لهم تمويل للتقدم تطوير المصانع بتاعتهم. طيب ماذا عن القمامه؟ يعني الاهالي بيشتكوا ان هناك قمامه منتشره في القريه وبيقولوا ان ده ادى الى تناقص عدد السياح، وبعد ما كانت هذه القريه من المزارات تحولت الى مكان يعني غير جذاب للسياح. احنا عارفين عمليه الزباله دي على مستوى الجمهوريه مش على مستوى المحافظه، بس دي تفيد مجلس المدينه ليوسف الصديق واللي هو ممكن في مع الاهالي او جمعيه تنميه المجتمع اللي الناس دي تساهم في رفع ايوه القمامه. طيب دور الغرف التجاريه ايه يا فندم في هذه الحلقه؟ لا دور الغرفه اللي احنا ممكن لو الناس دي عندهم صناعه ومتوقفه بسبب التمويل اللي احنا نساعد فيها عن طريق الصندوق الاجتماعي. ده يشمل الافران الحديثه يا فندم؟ نعم. ده يشمل موضوع شراء افران ليهم؟ أيوة بدل الافران الطينيه. ايوه معدات ليهم واي مصانع عن طريق بنك الصناعه اللي موجود بالمحافظه والصندوق الاجتماعي ممكن نعمل لهم الحاجات دي. طب في خطوات في الاتجاه ده يا استاذ مجدي؟ في ايوه خطوات. هتبتدوا بايه؟
هنبتدي بيها يعني. هنبتدي احنا عندنا قرية الكعابي برضو مشهورة بالحاجات دي في محافظة الفيوم، وابتدت الناس تطلع السجلة التجارية وبطاقة ضريبية على سبيل تخش تحت منظومة التجارة. مفهوم يا فندم، مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مجدي جابالله، رئيس الغرفة التجارية في محافظة الفيوم. أستاذ مجدي بيقترح على صغار صناع الخزف أنه يكون أول خطوة يعملوها علشان يقدروا يستفيدوا من دعم على الأقل أو من تسهيل الإجراءات من الغرفة التجارية، هو أن هم يوفقوا أوضاعهم قانونيا ويطلعوا سجلات ضريبية وسجلات تجارية. مش عارف إذا كان هذا الحل يناسب أصحاب أو العائلات اللي بتشتغل في صناعة الخزف ولا لا، ولكن هي رسالة إلى الحكومة أن هي تلقي بنظرة على الصناعات الصغيرة الموجودة في المحافظات التانية، واللي بتخلي هؤلاء الأسر أو هذه الأسر تعتمد على نفسها في توفير موارد الدخل. ننتقل إلى محافظة مطروح، وهناك بعض المناشدات من أهالي منطقة الضبعة لهيئات متعددة. أهالي منطقة الضبعة كانوا قد تركوا هذه الأرض، ولكن هناك مناشدات علشان تأتي الهيئات المعنية تحدد على وجه الدقة محيط المحطة النووية التي سيجري إقامتها في الضبعة، وأيضا المساحة الآمنة حوالين هذه المحطة. الشيخ أبو بكر الجراري المتحدث باسم أهالي الضبعة طالب وزارة الدفاع وهيئة الأمان النووي وهيئة المحطات النووية والتخطيط العمراني ومحافظة مطروح بأن هم يعملوا زيارة ميدانية لتحديد الحدود الجديدة للمحطة النووية. نتابع لقاء، هذا اللقاء عقدته كاميرا سي بي سي مع أهالي الضبعة علشان نعرف متطلباتهم بالضبط، وإزاي تحديد مكان المحطة النووية ومعامل الأمان المحيط بهذه المحطة ممكن يكون معطل بعض الخطط اللي هم شايفينها لنفسه. حصل اتفاق على إقامة مدينة سكنية متكاملة غرب في المنطقة الغربية، وتخطيط عمراني كامل للضبعة نفسها القديمة وللمربع الجديد اللي هو الغربي ده، كله هيتعمل له تخطيط عمراني جديد. بدء في هذه المشروعات احنا عندنا الثلاث الجاي اجتماع الهيئة الهندسية ووزارة الدفاع والكهرباء وهيئة الأمان النووي في وزارة في الهيئة الهندسية. بعد كده في زيارة ميدانية للجنة للضبعة. بعد كده في اجتماع أهالي الضبعة في الأمانة العامة. دي النهاية. هو في خط متصل بين المحافظة وبين الأهالي، وإحنا أنا شايف إن في حدود بعد الاجتماعات دي هيفتحوا بإذن الله تعالى ضربات شراء وتمليك وتراخيص في الدائرة اللي هم عاملينها دائرة خضراء اللي هي خارج دائرة الأمان دي، هيبقى فيها تبريك وترخيص كل حاجة وتخطيط عمراني شامل كامل. أول بند من البنود في الاتفاق مع القوات المسلحة بعد تسليم هذه الأرض إن هي إعادة الدراسة بمعرفة القوات المسلحة. دي البيوت اللي تهدت على رؤوسها كنية في 2003، الناس دي وابنائهم منتظرين إن الدولة تعيد لهم حقهم عن طريق مبدأ جبر الضرر، من توفير مساكن بديلة وآدمية ومحترمة والتعويض مناسب عادل. وأخيرا نتوجه إلى محافظة الدقهلية، حيث كانت هناك اليوم اشتباكات ما بين بعض الطلبة الموجودين في جامعة المنصورة والمنتمين إلى تنظيم الإخوان وقوات الأمن والأهالي الموجودين خارج أسوار الجامعة. المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها دي للتكثيف الأمني الموجود في محافظة الدقهلية النهاردة، وبالتحديد بعد خروج يعني عشرات إن لم يكن مئات من المنتمين إلى تنظيم الإخوان خارج حدود الجامعة، أطلقوا الشماريخ والخرطوش والألعاب النارية، وأيضا رشقوا قوات الأمن بالحجارة وبزجاجات المولوتوف. هذه الاشتباكات هناك تقارير بتقول ان هي ادت الى اصابة العشرات من الاهالي والعشرات ايضا من رجال الشرطة، وادت الى تلفيات في المنطقة المحيطة بجامعة المنصورة. معنا على الهاتف دكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة علشان يحيطنا بتفاصيل هذه العملية. دكتور سيد برحب بحضرتك. اهلا بيك دكتور سيد. لماذا اندلعت الاشتباكات النهاردة يا فن؟ لماذا؟ ايه السبب؟ السبب زي كل يوم
الاشتباكات النهارده ما لهاش سبب. يعني العمليه دي مستمره من جانب الطلاب التابعين لتنظيم الاخوان كل يوم لا تهدأ. ده السيناريو اللي بيتم كل يوم سواء في جامعه المنصوره او في غيرها. ولكن هو كل اللي حصل النهارده انهم اتجمعوا وخرجوا من باب كليه الطب مجموعه، ومجموعه اخرى دخلت من باب اللي هو اسمه باب البارون على شارع الجمهوريه، وتم الاشتباك مع قوات الامن. وكل الفعاليات الحقيقه تمت خارج اسوار الجامعه النهارده ما بين الطلاب اللي هم دول وقوات الامن خارج سور الجامعه. طيب هل عند حضرتك اي معلومات عن القاء القبض على مجموعه من الطلبه اللي شاركوا في مثل هذه الفعاليات؟ الحقيقه لا، ما عنديش اي معلومات عن القاء القبض على حد، وانما المعلومات اللي عندي انه بعض الاصابات اللي تمت في خارج سور الجامعه انه بعضها تم نقله الى مستشفى الطلبه في الجامعه، وبعضها تم نقله الى مستشفى الطوارئ والعيون في جامعه المنصوره. دكتور سيد، سؤال اخير، كيف تؤثر هذه الاشتباكات او الفعاليات اللي بيقوم بها بعض من طلاب الاخوان واللي بتتحول الى احداث عنف، كيف تؤثر على الدراسه جوه الجامعه؟ ولا اي تاثير على الاطلاق. زي ما قلت لحضرتك التاثير ده كله تم من قبل الطلاب، واسف الفعاليات تمت كلها خارج سور الجامعه، وحتى لو انه في مظاهرات في داخل الجامعه او كذا لا تؤثر على عسير العمليه التعليميه. الحمد لله العملية التعليمية منتظمة تماما، وانا بكلمك وانا ما زلت في ادارة الجامعة. طب في قرارات هتصدر من مجلس الجامعة ضد هؤلاء الطلاب؟ طبعا كل طالب اسهم في الاخلال بالامن وكل طالب خالف القواعد طبعا بناخذ منه الاجراءات التي ينص عليها قانون تنظيم الجامعات بمنتهى الحزم والقوة. اشكرك شكرا جزيلا دكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة. ده كان آخر خبر معانا في أخبار المحافظات لهذا اليوم. اسمحوا لنا هنخرج إلى فاصل قصير، ولكن بعد هذا الفاصل سنطرح موضوع هام للغاية للنقاش. دايما بنتكلم على أمور السياسة العاجلة، بنتكلم على أمور السياسة اليومية أو حتى الفعاليات السياسية اللي هتحصل في خلال السنة المقبلة، ولكن بنكون مش شايفين الصورة الأكبر، إن هناك بعض التغيرات المناخية اللي بتحصل، هناك بعض التهديد لمصادر المياه اللي موجودة في منطقة الشرق الأدنى وفي شمال أفريقيا. هذه التغيرات قد تؤثر على جيلنا إن هو يلاقي المياه العذبة عشان يشربها، وتؤثر على جيلنا من ناحية الأمن الغذائي، مش بس جيلنا ولكن جيلنا وكل الأجيال المقبلة. موضوع مهم جدا وملف حيوي هنطرحه بعد فاصل قصير.